مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. مرحبا بكم في مادة علوم الحاسوب للصف الثاني عشر تكنولوجي. أهداف درس اليوم: التعرف على الجملة الشرطية وأنواعها المختلفة، التعرف على المعاملات المنطقية، التعرف على جمل التكرار أو جملة التكرار for، التعرف على جملة التكرار while، التعرف على التكرار المتداخل أو النستد loop. لنبدأ الآن باستخدام دالة الإف، وإليك المثال الأول. في هذا المثال يطلب من المستخدم أن يدخل درجة، ثم نطبع ناجح إذا كانت الدرجة أكبر من أو تساوي 50. نذهب إلى الكود البرمجي، نعرف متغير اسمه grade للدرجات، ويأتي عن طريق إدخال من المستخدم input enter your grade. ولاحظ وضعناها بداخل float لأن grade في دالة الانبوت سوف يعطيني عدد، لا يعطيني عدد صحيح وإنما يعطيني نص، وبالتالي الفلوت تقوم بتحويل النص إلى عدد 10. الآن نبدأ نسأل إذا كانت الجريد اللي دخلناها قبل قليل أكبر من أو تساوي 50، فإننا نطبع print pass. خلينا ننفذ البرنامج ونشوف ايش بيحصل بالضبط. لاحظ انتر الجريد 80، طبع ناجح. يلا ترى بشكل افضل. طيب نعيد تنفيذ البرنامج مره ثانيه عن طريق F5 انتر جريد. خلينا نخليها 40 هي اقل من 50. لاحظ لم يفعل شيء، والسبب ان الداله اف فقط في حالة تحقق الشرط نفذ لي هذا الأمر، أما إذا لم يتحقق لا تسوي أي شيء. في المثال الثاني نفس الطلب الأول، ولكن زاد إذا كانت الدرجة أقل من 50 اطبع راسب. نذهب إلى الكود البرمجي ونقوم بإضافة التالي وإلا اللي هي else، نكتب فوق بعض اطبع fail، وبعدها في سطر جديد print end programs بدل ما انتهيت من البرنامج. خلينا الآن ننفذ الكود البرمجي هذا F5 أكيد حب نعم enter your grade. خلينا نقول 30، راح اطبع لي fail مرة ثانية F5 80، طبع pass ثم توقف البرنامج. المثال الثالث: اكتب كود برمجي يطلب من المستخدم ادخال درجته في احدى المواد وطباعة التقدير بالحروف حسب التالي: A اذا كانت الدرجة اكبر من او تساوي 90، B اذا كانت الدرجة اكبر من او تساوي 70 طبعا واقل من 90، C اذا كانت الدرجة اكبر من او تساوي 50 واقل من 70، F اذا كانت اقل من 50. ننتقل إلى الكود البرمجي. لاحظ معي كما بدأنا سابقا، نعرف grade float input أدخل your grade، بعدها نسأل if grade أكبر من أو تساوي 90 إذا نطبع A، وإلا هل هناك شرط بعد وإلا؟ نعم، إذا بستخدم LF وأكتب الشرط الجديد الجريد أكبر من أو تساوي 70 نطبع B وبالمثل وإلا، وهناك شرط آخر إذا LF، ونكتب إذا كانت الجريد أكبر من أو تساوي 50 نطبع C أخيرا، وإلا ما في شيء بعد أي سؤال آخر، خلاص ما بقي الاختيار الأخير وهو أقل من 50 إذا else، هنا آخر احتمال، وبعدها نكتب print
اف هذا معناه 54، ثم اند البرنامج، طبعت اند على الدراعة على انتهى البرنامج. خلونا ننفذ البرنامج الآن ونشوف ايش اللي بيحصل بالضبط. خلونا نفصل الثنتين عن بعض نشوف بشكل أوضح. لاحظ هنا انترفيو جريد 99، طبع A وتوقف، نرجع مرة ثانية F5 ونجرب رقم آخر ولنفرض 77، طبع B نفس الكلام run، نجرب أقل من 50 مثلا 44 بيطبع F. المثال الرابع، اكتب كود برمجي يطلب من المستخدم إدخال درجته في مادتي الرياضيات والعلوم وطباعة مقبول في كلية الهندسة إذا كانت درجة الرياضيات أكبر من 90 والعلوم أقل أكبر من 80. طبعا في هذا البرنامج سوف نستخدم المعاملات المنطقية مع دالة الإف أو جملة الإف. نعرف متغير اسمه ماث، نضع فيه الانبوت فاليو من المستخدم خاص بالرياضيات انتر ماث جريد، ومتغير اخر خاص بالعلوم والساينس ساوي نفس الفكره فلوت انتر ساينس جريد. هنا نستخدم الداله الشرطيه اف، اذا كانت الماث اكبر من 90 والعلوم و معناها المعامل المنطقي and science أكبر من 80 في هذه الحالة نطبع print إن الشخص مقبول في كلية الهندسة، وما عدا ذلك else غير مقبول ما تأكسب. خلينا نشوف البرنامج ونتأكد تنفيذه. F5 انتر ماث جريد ونفرض 99 والعلوم 90، اذا المفروض يكون مقبول على حسب هذه الوضعية accept. نعيد نفس البرنامج، خلي الرياضيات 99 لكن العلوم 60 او 70 اقل من 80 not accept. جملة التكرار for loop، لاحظ الهيكل العام لجمل التكرار أن يكون عندي شرط معين، إذا تحقق هذا الشرط ينفذ كود معين ثم يستمر في تنفيذه ما دام الشرط متحقق، هذه التكرار، حتى في لحظة من اللحظات لا يتحقق الشرط فيقوم بالخروج من هذه الفور لوب أو من جملة التكرار. نأخذ المثال الأول، اكتب كود برمجي يطلب من المستخدم طباعة الأعداد من 0 إلى 10. فعل بسيط جدا، for نستخدم جملة تكرار for i n range بين قوسين، طبعا خلينا نغلط بعض الأخطاء ونتعلم من أخطائنا، 10 نقطتين فوق بعض print i ونشوف ايش الاخطاء. الان قلنا جملة الفور لازم يكون عندي عداد يزيد بشكل مستمر، اذا ما كتبنا مقدار الزيادة فيزيد مقدار واحد. الرينج 10 معناها انه يبدأ من الصفر الى اقل من 10. نشوف ايش بيطبع الان، رن، هل تريد الحفظ؟ نعم. لاحظ معي طبع الاعداد من صفر إلى أقل من 10 وهي 9. الآن نبدأ بإصلاح البرنامج، المطلوب أطبع من 1 إلى 10. أول شيء أحتاج نخليه إلى 11 وننفذ مرة ثانية، فعلا طبع لي إلى 10، إلى أقل من 11 يعني 10، لكن عندي مشكلة، طلب مني البرنامج من 1 مش من 0. برجع إلى الرينج، أحدد الرينج فيها 3 أشياء، البداية فاصلة، النهاية أو قبل الأخير فاصلة، مقدار الزيادة تحدد 2 1، إذا ما سجلتها معناها يزيد بالمقدار 1. الآن بيبدأ من 1 إلى أقل من 11، تعالوا ننفذ البرنامج ونشوف، من 1 إلى أقل من 11 يعني إلى 10. هذا هو المثال الأول.
ننتقل مباشرة إلى المثال الثاني. اكتب كود برمجي يطلب من المستخدم طباعة الأعداد من 10 إلى 20. نفس الفكرة بالضبط، نرجع للكود البرمجي. من 10 إلى 20، 10 هنا بداية، وقل النهاية دائما نزيد 1 على ما هو مطلوب. إذا 20 إذا إلى 21. شوفوا لو نفذناه طبعا من 10 إلى 20، بسيط حتى الآن. الثالث، المثال الثالث قال اطبع الأعداد من 1 إلى 20، لكن الأعداد إيش؟ الفردية، يعني 1، 3، 5، 7 وهكذا. هنا التغير أنه عندي مقدار الزيادة، أول شيء قلنا من 1 إلى 20، يعني من 1 إلى 21. الفاصلة الثالثة هو مقدار الزيادة. مقدار الزيادة إذا كان فردي أو زوجي، كل مرة نزود 2، نحدد البداية الصحيحة ثم الزيادة بمقدار 2. شوف الآن لو نفذنا البرنامج، الأعداد الفردية 1، 3، 5 إلى 20. جملة التكرار while، نلاحظ في هذه الجملة أنها تختلف قليلا عن الفور، وذلك أننا نحتاج نحدد نقطة البداية ومقدار الزيادة. نأخذ المثال الأول. باستخدام جملة التكرار while، أكتب كود برمجي يطلب من المستخدم طباعة الأعداد من 10 إلى 20. طبعا أحتاج أن أول شيء أعرف المتغير I، تبدأ من 10 إذا 10، while الI أقل من أو تساوي 20، يعني بيكرر من 10 إلى 20. إيش يسوي؟ اطبع print I. نرتكب بعض الأخطاء ونشوف. بعض الطلاب يظن أن هذه العملية قد انتهت. نفذ البرنامج، حفظ، لاحظ ما زال يطبع 10 ودخل في لوب لا نهائي. للتوقف اذهب الى شل انتربت او كنترول سي والكيبورد توقف. هنا نسينا نسوي مقدار الزيادة، لان وايل ما تزود مثل الفور بشكل تلقائي، لازم انا احدد زيادة، فاقول i تساوي i plus 1، كل مرة يزيد بمقدار 1. بعض الطلاب ممكن يكتبها بطريقة ثانية، يكتب i plus نفس المعنى، هذه أو هذه كلها 1. وننفذ مرة ثانية، لاحظ من 10 إلى 20، وكل مرة يزيد بمقدار 1، هذه الأرقام أمامي. المثال التالي، باستخدام while أكتب كود برمجي يطلب من المستخدم طباعة الأعداد الزوجية من 1 إلى 20. طبعا 1 مش عدد زوجي، فبيبدأ من 2 بشكل تلقائي. إذا أعداد زوجية من 2 إلى 20، نروح إلى الكود البرمجي للواي. من 2، إذا ممكن نبدأ من 2 إلى 20. هذه المرة مقدار الزيادة بمقدار كم؟ 2. بعض الطلاب ما يحب الشكل هذا، يحب يكون I تساوي I بس. هذه مقدار الزيادة بمقدار 2، بادي من 2 يستمر ل20، كل مرة بيزيد بمقدار 2. نشوف run من 2، 4 إلى آخر. طيب الثالث، المثال الثالث، باستخدام جملة التكرار while أكتب كود برمجي يطلب من المستخدم طباعة الأعداد التي تقبل القسمة على 3 بدءا من 1 إلى 20، من 1 إلى 20، واللي يقبل القسمة على 3. نشوف من 1 إلى 20 هذه ما فيها خلاف، لكن ما بطبع أي عدد، أطبع الأعداد التي تقبل قسمة على 3 فقط. أروح في هذا المكان أسأل if هل الـ i العدد باقي قسمته، عشان أعرف أنه يقبل قسمة على 3، فباقي القسمة لازم يكون 0، وعلامة باقي القسمة هي علامة المئوية. إذا كان الـ i باقي قسمة الـ i على 3 تساوي، وانتبه تساوي تكرر مرتين، لأن أنا أسأل هل تساوي 0، يعني ما في باقي. في هذه الحالة اطبع البرنت، لازم تكون داخل الإف، اطبع الآي
وبخارج الإف خلي الزيادة مقدار واحد عشان يمر على جميع الأعداد. إذا بيبدأ من الواحد إلى 20 ويمر على جميع الأعداد، كل مرة يزيد مقدار واحد، لكن ما يطبعها كلها، فقط يطبع اللي تحقق فيها الشرط إنه باقي قسمة الآي على الثلاثة تساوي صفر. إذا باقي القسمة صفر معناه يقبل القسمة على الثلاثة. ننفذ البرنامج ونشوف إيش حصل بالضبط. لاحظ 3 6 9 12 إلى آخر. التكرار المتداخل أو نستد لوب فيه تكرار خارجي وتكرار داخلي. نأخذ مثال ليتضح المعنى. اكتب كود برمجي يطلب من المستخدم طباعة جدول الضرب للأعداد من 1 إلى 5. من 1 إلى 5 في كل واحد من هذه الأعداد يتم طباعة الجدول الضرب الخاص به. نذهب إلى الكود البرمجي، قول for i in range من 1 إلى 5، إذن قول 6. هذا اللوب الخارجي، كل واحد من هذه الأعداد اللي 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 تحتاج إلى لوب داخلي لجدول الضرب الخاص به. نستخدم J in range، والـ J بيكون من 1 إلى جدول الضرب إلى 10، معناه إلى 11. هذا اللوب الداخلي. الآن جملة الطباعة، آسف، في جملة الطباعة نطبع أول شيء العدد الرئيسي الخارجي اللي هو I فاصلة وعلامة الضرب ولنفرض X فاصلة، ثم الـ J العدد الثاني فاصلة، وبعدها علامة اليساوي فاصلة، ثم عملية الضرب هي الـ I star J، الـ I ضرب الـ J. ونغلق القوس ونشوف لو في أخطاء. تنفيذ البرنامج، نفذ، سميها ان نستد 1، يس اوفررايد، ما في مشكله. هذه النتائج، خلينا نشوفها بشكل اوضح. الصوره هذه، لاحظوا الان معي جدول الواحد هذا ويضرب من 1 الى 10، والاثنين جدوله بالكامل، وثلاثه واربعه وخمسه. الاي هي اللوب الخارجي اللي يتمثل هذا الرقم الاول، والجي هي اللوب الداخلي التي تتكرر بعدد تكرار اللوب الخارجي. المثال الثاني في التكرار المتداخل، باستخدام التكرار المتداخل اكتب كود برمجي يطبع التالي: علامة النجمات، لاحظ أفقيا 5 وعموديا 5، إذا 5 في 5. نروح للكود البرمجي، 5 في 5 إذا 4 i n range 1 إلى، ما أحتاج، أظن إلى 5، إلى 5 يعني من 0 إلى 4، إذا يتكرر 5 مرات. 4 j in range 5 أيضا اللي من 0 إلى 4، تكرار 5 في 5. المطلوب طباعة print علامة النجمة، آسف، star. في أخطاء موجودة ومقصودة لنتعلم منها. تنفيذ البرنامج، نستد 2، لاحظ طبع لي النجمات كلها 25 مرة لأنها 5 في 5 ولكن بشكل عمودي. المطلوب الآن في هذه الجملة أريد إضافة فاصلة end تساوي فراغ space. في هذه الحالة لن يذهب إلى سطر جديد. أيضا هنا خطأ لو نفذناه، print run، لاحظ الآن طبعها كلها أفقيا وهذا غير مطلوب. في اللوب الداخلي يتكرر 5 مرات فبيطبعها بنفس السطر 5 مرات، نجمة فراغ نجمة فراغ، وهذا هو المطلوب إلى هنا. بعد ما ينتهي هذا اللوب أرجع إلى بدايته، ما يقابل اللوب الخارجي، أطلب منه انتقل لسطر جديد، print
نيو لاين أو فراغ. شوف الآن بالضبط طبع الخمسة بنفس السطر، وبعد ما انتهى اللوب الداخلي راح إلى هنا طبع طباعة، إذا انتقل لسطر جديد، وبعدها رجع للثاني والثالث والرابع.